شو فوائد الموسيقى؟ كل شيء موسيقى، إيه كل شيء بتفيد. شو بتفيد؟ يعني بتعبر عن كل شيء جواتك. أنا لما أكون مضايق بعزف، لما أكون مبسوط برضه بعزف، كل شيء بعزف فيه. يعني أنت شو بتحس الفائدة الأساسية لإلك؟ تعبر هيك عن مشاعرك من خلال الموسيقى. لمين تسمع؟ لكل ميتاليكا، ميتاليكا يعني فرق أجنبية، ميتاليكا هيل سونجز. تروق على الميتاليكا يا زلمة. لما أكون معصب بسمع ميتاليكا، لما أكون مروق هيل سونجز. الموسيقى مريحة للذهن، بتريح الأعصاب لما يكون واحد معصب، هاي من أحد فوائدها. كمان عندنا الموسيقى مرات انه الواحد، انا من النوع اللي بحب الموسيقى كثير، الموسيقى كثير حماسيه، روك يعني، وين الروك. وبعدين هلا بحب انه ارقص مع الموسيقى كثير، وخاصه الدبكه الاردنيه. شو فوائد الموسيقى؟ هلا الموسيقى لها عده جوانب. انت ليه زعلان؟ انا مش زعلان. يلا شوف فوائد. طيب شو فوائد الموسيقى؟ الموسيقى لها اكثر من جانب ممكن تريحك فيه. في لها اصلا هلا صار في جديد علاج بالموسيقى خاصة بالوطن العربي، دخلت لأنه إحنا مش كثير نهتم بالموسيقى. شو بتحسي إنها بتضيف للإنسان يعني كفائد يعني؟ أول شيء الهدوء النفسي، يعني هذا العالم الشيء الأساسي يعني بالنسبة لي أنا بحسه، يعني إنه بحس إنه عالم تاني. شعور زي ما أنا مرات بكون فرحانة، تحس إن الموسيقى برضو بزيدني فرح أو بعيد الشر. ريلاكس 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 بالضبط. كلهم هربوا؟ هلا كانت الساحة مليانة. شو فوائد الموسيقى؟ ترويج عن النفس. ترويج عن النفس ولا الترويح؟ ترويح عن لأنها بتفرق. لا ترويح عن النفس. تهدي الأعصاب. تهدي الأعصاب كثير. صف الواحد هيك ريلاكس منبسط بس. دير بالك تروج عن النفس. الواحد بس يقعد يستمتع للموسيقى كثير إنه بتجدد نفسيته. بتهدي أعصابك يعني؟ كثير. مثلاً بس تكون واحد معصب أو إشي كثير إنه تخلي الواحد هادي بروق أعصابه. بتشوف إنه لازم واحد يتثقف في الموسيقى؟ أكيد. هي ثقافة الروح يعني. أنا مصور ومن شغلات اللي برتاح فيها لما أسمع موسيقى وأنا بصور. حلو. طيب تسمع موسيقى طول ما أنت تصور؟ والله. أنا بصور لاندسكيب وبصور طبيعة. شغلات زي هيك. بدها إشي الواحد يخليه مركز ورايق. مركز ورايق. شو فوائد الموسيقى؟ نعم؟ شو فوائد الموسيقى؟ فوائد الموسيقى صراحة الموسيقى فوائد الموسيقى صراحة كيف؟ لا لسه ما كملت، هاي مقدمة، فاهم كيف؟ الموسيقى هي غذاء للروح. مين غششك هاي الكلمة؟ مين غششني هاي الكلمة؟ لا جد أنا كثير بحب الموسيقى وبعزف أكثر من آلة. شو بتفيدك طب الموسيقى؟ بتفيدنا كثير شغلات مثل راحة البال، وأصلا الموسيقى بتستخدم الأيام هاي بالطب. شو فوائد الموسيقى؟ شو فوائد الموسيقى؟ لا تحكي غذاء الروح زي صاحبك. هلا سؤالك حلو. موسيقى يا أخي. بدي جواب حلو طيب على سؤالك. ماشي. الموسيقى يا صديقي العزيز هي كل شيء في الدنيا. إذا بدك تكون رايق تسمع موسيقى، بدك تكون زعلان تسمع موسيقى، بدك تنبسط تسمع موسيقى، يعني كل شيء. ما حدا بيكون بده يكون زعلان. تزعل تسمع موسيقى بتروق. ايه يا ليلالي ما بتتدمر؟ لا اشياء عاطفية هاي خليها. شوف فوائد الموسيقى. الموسيقى شوف علي غذاء للروح. سألني ليش. انتوا كلكم غششتوا بعض نفس الجملة ولا ايه؟ لا انا هاي من قبل حافظها. اوكي. كنت كاتب على ورقة. الصبح بتصحى عشان تصحصح لازم تسمع موسيقى، بحر عن كاس نسكافيه طبعا، ولما تنام تحضر فيلم طبعا مش موسيقى. شو بتسمع الصبح؟ شو بسمع؟ فيروز. شو بسمع؟ طب فيروز شو بتسمع؟ فيروز برضه. نسمع علينا الهوى من مفرع الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي، يا هوى يلي طاير بالهوى في منتورة أو صورة، خدني لعن دنيا هوا في الزعاني يا قلبي، اكبر بيها الغربي وما تعرفني بلادي، خدني 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 على بلادي. زكفة زكفة يا شباب زكفة.